والمزيد انضم إلينا من باريس دكتور مناف كيلاني المستشار الأسبق في وزارة الخارجية الفرنسية. أرحب بك معي عبر شاشة. أهلا بك. إذن باريس، كيف ترى خطورة انجرار لبنان إلى الحرب على غزة في ظل ما تعانيه لبنان من فراغ رئاسي وأزمات سياسية؟ يبدو أن الإدارة الفرنسية تملك معلومات فيما يتعلق بنية حقيقية لإسرائيل بضرب لبنان، طبعا تذرعا بتحركات حزب الله أو هذه المناوشات التي شهدناها في الأيام الأخيرة. بمعنى آخر سيدتي، عندما يعلن وزير الدفاع الفرنسي عن مساعدات جديدة مادية للبنان، نعلم أن المساعدات لم تصل إلى بعد عدة أشهر بل بعد سنة على الأقل، لأن الجيش الفرنسي نفسه لا يملك المخزون اللازم لتقديم هذه المعدات. بمعنى آخر، رفعت فرنسا تماما الغطاء عن لبنان وتركت من جديد الجيش الإسرائيلي ليتصرف كما يريد في جنوب لبنان، مما يعني بأن مسؤوليتي تقع على عاتق الدول دائمة عضوية في مجلس الأمن. هذه المسؤولية تتخلى عنها بعض الدول بينها فرنسا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتقف موقف المراقب فقط لما يحدث. طبعا ما يحدث في غزة يمكن أن يتكرر في جنوب لبنان أي شمال إسرائيل، ويمكن كذلك أن تتوسع رقعة الصراع إلى دول أخرى. كما يمكن أن نتأمل أن يكون هناك ضغطا فرنسيا بل ضغطا غربيا على إسرائيل لكي على الأقل تتوقف المدرعات الفرنسية الإسرائيلية في غزة، وأن لا يكون هناك ردود أفعال عنيفة مثل التي رأيناها في الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة في لبنان. ذكرت سيدتي كذلك فيما يحدث في الضفة الغربية، وأن هناك أكثر من 140 فلسطيني سقطوا تحت نيران المستوطنين وجيش إسرائيل من جهة، مما يعني بأن القنبلة ليست موقوتة ولكنها على حافة انفجار، ليس في مكان واحد لكن في عدة أماكن في الشرق الأوسط. القرار الفرنسي بدعم الجيش اللبناني، كيف من الممكن أن يهدئ الأوضاع في لبنان؟ على العكس، هذا فقط من باب الدعاية، لأن كما قلت قبل قليل فرنسا لا تملك على الإطلاق أي مقدرات لا لنقل معدات ولا حتى لصناعة معدات في وقت قصير جدا. ذكرت سيدتي بأن الجيش رفع من مخزونه العديد من المدرعات والطائرات وكذلك الذخيرة لتقديمها للجيش الأوكراني، والجيش الفرنسي لا يملك، هذا ليس الكلام من عندي ولكن بعض الجنرالات في الجيش الفرنسي والآن معروف، لا يملك ذخيرة تكفي أكثر من أسبوعين، فكيف يمكن أن يقدم مثل هذه المعدات؟ الحقيقة هي مجرد فقط إعلانات كلامية لا تسمى ولا تغني عن جوع، مثل الإعلان عن مؤتمر بعد بضعة أيام في فرنسا في باريس عن مساعدة الفلسطينيين وما إلى ذلك، تقديم المساعدة الإسلامية لهم، كل هذا مجرد فقط زوبعة إعلامية لا تستحق أكثر من ندوات إعلامية ولن يخرج منها أي قرار فعلي يمكن أن ينفذ على الأرض. الموقف الأوروبي دكتور مناف لو تحدثنا عنه، يعني في بداية هذه الحرب كنا نشهد تصريحات كثيرة عن وقف المساعدات واستمرار التصعيد وأهمية إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والآن نشهد يعني تباينا وخلافا تماما لما كان يحدث سابقا، يعني كيف ترى هذا الاختلاف وهذه النبرة المختلفة؟ ماذا حدث؟ سيدتي، طبعا تحت الضغط الإعلامي تحت الضغط الشعبي هناك بكل تأكيد واجب على جميع هذه الحكومات لكي تقوم على الأقل بإعلان مبادئ دون أن يكون هناك تحركات فعلا على الأرض. ذكرت سيدتي وهذا الأمر لا يقال عنه ولا على الأقل لا يذاع عنه في الإعلام لا الغربي ولا العربي بشكل عام، أن هناك موقفا موحدا في أوروبا في كافة الدول الأوروبية. يعني هذه المظاهرات التي نشاهدها يوما بعد يوم والمستمرة ليلا ونهارا هي أثرت على القرارات وأحدثت ضغطا. سيدتي، أحدثت ضغطا لأن هناك جالية عربية ومسلمة في هذه الدول يمكن أن تشكل قوة معارضة كبيرة لهذه الحكومات التي لا تملك حرية القرار. أذكر أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عطلت القرار، مشروع القرار الروسي مرتين في مجلس الأمن فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. ما يهمنا اليوم هو وقف إطلاق النار، ولكن هناك موقف مبدئي وضمني لا يمكن الإعلان عنه داخل الدبلوماسية الأوروبية، وزارات الخارجية الأوروبية بكاملها متفقة على أن
تترك منذ زمن، ليس من يوم، منذ عشرات السنين، أن تترك الأمور تذهب إلى ما تريده إسرائيل دون التدخل، وذلك طمعا أو أملا على الأقل بأن ينقل أو ينقل نفسه، ينقل نفسه الفلسطينيين من الأراضي الموجودة عليها اليوم، أي أراضي المحتلة في الضفة وقطاع غزة، لكي يذهبوا إلى مصر من جهة والأردن من جهة أخرى، وإفراغ هذه الأراضي تماما لكي يطلق العنان لإسرائيل. وهنا سيدتي وأنتهي بهذه النقطة، عدم الموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين التي لم تعد على الأقل اليوم يمعد لها أرضية يمكن أن تعتمد عليها في إقامة دولتها، فقط 139 دولة في الأمم المتحدة تعترف فيها، الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بدولة فلسطين هي السويد. كيف يمكن اليوم لأي دولة أوروبية بما فيها فرنسا أن تقوم أي مبادرة لها مصداقية تجاه الفلسطينيين في ذات الحين لا تعترف بكونهم سوى شعب بلا أرض كما تقول الأدعاء الإسرائيلية؟ أشكرك شكرا جزيلا دكتور مناف كيلانيا المستشار السابق في وزارة الخارجية الفرنسية، شكرا جزيلا لجميع هذه الإيضاحات.